السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل على كل مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة المحور في كل مكان، وحلقة جديدة وبرنامجكم مطبخ عظيمة. تحية وحب وتقدير لحضراتكم. اسمحوا لي في البداية أنوه على صفحتنا على الفيسبوك مطبخ عظيمة بالعربي، ومن خلالها بنعرض كل وصفاتنا اللي بنعملها على مدار الأسبوع. كل وصفة بتنزل بفيديو مستقل وكمان سكرين شوت من المقادير، بلس أنه شكل الطبق النهائي بينزل قدام حضراتكم، وما بننهيش الفيديو إلا بعد انتهاء الوصفة. كل اصدقائنا وحبايبنا اللي بعت لنا طالبين حاجات معينه، احنا ان شاء الله الحلقات على يعني امتداد الاسبوع او بقيه الاسبوع فيها طلب كان خاص بحضراتكم، هي كانت حلقه خاصه بالسلطات ان شاء الله تعجب حضراتكم، وهنعمل حاجات تانية للشوربات وهنعمل مصنعات اللي حضراتكم طلبتوها باذن الله. احنا يعني انا تقريبا شبه باخد من حضراتكم، بنستمر في العمل علشان دايما انا تقريبا ما بعملش اي حاجه انا حابه اعملها الا لو كانت حاجه مختلفه وجديده وعايزه اعرفها لحضراتكم. ودايما حتى لما بيطلب مننا وصفات وعملنا حلقات عنها قبل كده، غالبا بنلجا دايما للوصفات الجديده، بحاول احدث فيها وتبقى حاجات مختلفه عشان دايما لما تعملوا سيرش يبقى عندكم تنوع، تقدروا يعني تعملوا بكده ومن غير كده وبحاجات تانية كتيره، فيبقى في نوع من التنوع لحضراتكم. النهارده ان شاء الله هنعمل بيتزا، هعملها بالدقيق القمح، وممكن تنفع بدقيق الشوفان، وممكن نضيف لها جنين القمح، ممكن تتعمل بانواع دي كتير جدا، لكن انا النهارده عايزه اعملها شبه شويه صحيه. في ناس بتحب البروكلي قوي، البروكلي ده انا يعني هنقدمه النهارده بطريقه مختلفه شويه في البيتزا زي الصوص كده، هتستغربوه شويه بس طعمها حلو قوي. وهنعمل الصوص تاني بتاع البيتزا مع بعض، وهوريكم شكل الطماطم اللي احنا هنعملها، الكونكاسيه الاساسيه اللي احنا بنطلع منها صوص البيتزا او اي صوص لاي مكرونه حابين تعملوه ينفع للاثنين. تعالوا نقول كده مقاديرها، هي بسيطه وسهله. عندي مقادير بيتزا براكلي الصحيه، هي عباره عن كوبايتين من الدقيق الاسمر، نص كوبايه من دقيق الشوفان، 2 معلقه كبيره من زيت الزيتون، معلقه كبيره من الخميره الفوريه، معلقه كبيره سكر، رشه ملح، وميه دافي. ده بالنسبه للعجينه. طيب لو انا عايزه اعمل حشو، عندي للحشو الطبقه الاولى اللي انا عايزه احطها بعد طبقه الصلصه، طبعا عندي كوبايتين من البروكلي مسلوقين ومفرومين. استخدمت بروكلي شهرزاد، وشهرزاد طبعا بسم الله ما شاء الله البروكلي عنده يجنن، والارنبيط يجنن برضو. استخدمته وفرمته يعني سلقته، وبعدين عندي بيضه وبهارات وملح وفلفل، غالبا الخليط ده بيتعمل منه زي المعجون كده. وبعدين طبقه ثانيه هي عباره عن بصل شرايح، فلفل الوان، مشروم، موتزاريلا، الجبنه الموتزاريلا دي بتبقى لايت، وممكن تستغنوا عنها خالص لو مش عاوزين تحطوها ويبقى خضار بس ماشي، بس هي برده بتبقى لطيفه. 4 معالق كبار من الصلصه اللي هي صلصه البيتزا، واللي هي احنا هنعمل مقاديرها مع بعض برده واحنا شغالين، اللي هي عباره عن كيلو طماطم، كونكاسيه. كونكاسيه يعني ايه؟ هنقول دلوقتي. 2 معلقه كبيره زيت زيتون، معلقتين كبار من الثوم المفروم، 4 معالق كبار من الصلصه، معلقه كبيره من السكر، رشة زعتر، رشة روزماري، ورشة ريحان. تقدروا تحطوا التلاتة وتقدروا تستغنوا تحطوا بس زعتر وريحان او العكس براحتكم، وبصل باودر وملح وفلفل اسود. عايز اقول لكم الصوص ده صوص يجنن، غني جدا، يتعمل بيه مكرونات ويتعمل بيه وصفات، يدخل فيه طواجن خاصة بالبتنجان باللحمة المفرومة والحاجات اللي هي الحلوة اللي احنا بنحب نعملها، زي الجراتان والحركات بس باللحمة المفرومة ومش جراتان بالوايت صوص والجبن يعني. فبتدخل في حاجات تانية كتير، بطاطس باللحمه المفرومه مش عارف ايه، الصوص ده بيليق مع الحاجات دي قوي خصوصا في الطعم. كفته داوود باشا لو جربته برضو الصوص ده معاها بتبقى حلوه، بس بنخف من نسبه الروزماري لانه حد النكهه شويه، وبنحط شويه بنتاتش زعتر كده على رشه بسيطه من الريحان او ورقتين ريحان فريش، بتبقى حاجات جميله جدا. تعالوا بقى نقول هنبدا نعمل ايه. هعمل العجينه الاول، هاخد كده الدقيق الاسمر، وعندي هنا السكر والخميرة، وطبعا رشة الملح. بسم الله هنعمل كده الدقيق الأسمر، بيتباع برضو أكياس موجود في السوبر ماركت، أنواع كتير منه، في أنواع كويسة أعتقد نوعين أو ثلاثة منه كويسين، في منهم نوع طبعا الألفا يعني أحسنهم أفضلهم. معلقة واحدة من السكر والشوفان نص كوباية، حوالي 3 معالق اهو تقريبا، وهبدا رشه الملح وهعمل كده بسم الله، هقلب بالراحه فيش مش محطوطه اوكي بسم الله، هنقلب بالراحه وبعدين نبدا نضيف الايه الزيت.
اهو خد كده معلقتين زيت زيتون بالظبط، اتنين، نقلب وهضيف الميه الدافيه ونضيف شويه شويه لحد ما العجينه تلم معايا وتبقى عجينه لطيفه جدا. ونخلي بالنا ان احنا قلنا انه في دقيق شوفان، في دقيق القمح، في الدقيق اللي هو انواع وغامقه شويه مش الدقيق الابيض، بيبقى محتاج شويه سوائل مننا ونحسب نسبه السوائل كويس لانه بيشرب يعني بعد ما بنديله السوائل. لو هي العجينه مش مخدومه حلو ومش عايزاها تلزق قوي برده بس عايزاها تبقى شويه طريه علشان لما بيقعد شويه في التخمير بيشرب بقيه السوائل عشان ينتفخ فبيبدا يجف، فانا مش عايزاها تبقى عجينه ناشفه. بسم الله هنضيف شويه ميه ونبدا نقلب كده مع بعض. خليني بس ايه اعمل بالسباتولا كده انا يعني احرك اللي في القاع تحت ده علشان يتشرب تمام، وبعدين نزود شويه ميه صغيرين كمان ونبدا في العجنتين. بسم الله كده بقى هتبدا تلم معايا، وهتبدا بعد ما عملت كده في اركان العجان هتبدا ترجع تاني زي ما حضراتكم هتشوفوها تلم وتنظف الحواف بتاعه العجان علشان تعرفوا يعني تلاقوها عجينه كويسه. ولو هي حتى ايفنت فيها شويه كده سايله سنه ما يجراش حاجه، هزود لها معلقه واحده وهي كده كويسه جدا على فكره، بس انا هزود لها معلقه واحده من هي هتجف بس. اهي نطلعها بقى واوري حضراتكم قوامها عامل ازاي، وناخد معانا تليفون. معانا فراوله. صباح الفل يا فراولتي. يا صباح الجمال العظيمه. عامله ايه يا ماما؟ الحمد لله بخير ربنا يخليك يا رب تسلمي. عامله ايه في الشتا ده؟ الحمد لله والله الواحد مش عارف يا حبيبه قلبي. انتوا في اسكندريه ومحتاجين انتوا وصفات. اسكندريه عامله ازاي؟ يعني الحمد لله خير. خير ان شاء الله، خير ان شاء الله. الشتا جميل احلى من الصيف على الاقل يعني. والله بصي هي حلوه عشان انتوا فيها يا فراوله. الله يخليك. واسكندريه في الصيف وفي الشتاء حلوه واحلى في الشتاء. واحلى في الشتاء. احلى في الشتاء. الله ينور عليكي. دي حقيقه فعلا. تسلمي يا روح قلبي. تسلمي يا فراوله. اولادك يا رب ويحفظهم من كل شر. امين يا رب دعواتكم. ويبعد عننا الامراض يا رب. يا رب امين. احنا وانتوا كل السامعين كل اللهم امين. يشفي كل مريض يا رب وكل محتاج دعوه حلوه من القلب. ويشفي نشوه مصطفى يا رب. قلبي. امين. ام دم خفيف. امين يا رب العالمين. ربنا يرجعها لعيالها يا رب. امين يا حبيبه قلبي. تسلمي. يحفظ لك اولادك يا زوزو. امين يا رب يا حبيبتي. امين امين حبيبه قلبي يا زوزو. هرمشي يا فراولتي والله منك. حبيبتي حبيبتي يا زوزو. مالكيش طب اي طلب في الاجواء الشتويه الحلوه دي يا فراوله؟ لا والله انت مش مخليانه عايزه حاجه. يا رب يخليكي يا حبيبتي. تسلمي. انت انت العسل كله يا زوزو. يا ربنا يخليكي. تسلمي يا حبيبه عمري. تسلمي. الله يكرمك. تحيه ليكي ولكل اهل اسكندريه والمدام ناديه والكل ومدام كريمه وكل حبايبك اللي في اسكندريه والامنيه والاحفاد حفيدتك فرودي وكلكم. والله يخليك يا زوزو. الله يكرمك حبيبه قلبي. تسلمي يا روحي. تسلمي. شرفتينا ونورتينا يا فراوله. الله يخليك يا حبيبتي. في حفظ الله. سلامة الله. في حفظ الله. الله يسلم عمرك حبيبتي. بصوا بقى العجينه انا طبعا فردتها برضو بدقيق شوفان. هي بصوا هنا سنه فيها تلزيقه بسيطه وده احسن لي. احسن لي ليه؟ لان انا في النهايه انا عاوزاها تبقى فيها طراوه شويه عشان لما تختمر وتطلع دلوقتي قدام حضراتكم تبقى يعني العجينه ايه؟ فيها طراوه مش ناشفه. فدي بس الملحوظه الفرق بين الانواع الدقيق الايه الابيض والانواع الدقيق الثانيه اللي احنا عايزين ايه نستخدمها. خليني بس اخد كده اهي. بصوا هوريها لكم هنا برده بعد ما اختمرت. بصوا عايزاها تبقى فيها ليونه وشايفين العجينه لينه ازاي. مش عايزاها تبقى ناشفه وجافه عشان لما بتنشف قوي بتشقق وما بتبقاش ناعمه وحلوه، وخصوصا ان الدقيق ده ما بيبقاش بيساعد على الرفع قوي، ما فيهوش يعني مش زي الدقيق الابيض بيرتفع بشكل كبير، لا. فده بالنسبه لي برده بيفرق معايا. طيب انا دلوقتي هاجي بقى هنا عندي اهي العجينه هاخدها اسيبها تخمر
واحنا بنتكلم كده هنعمل الصوص بتاعها اللي هو الطماطم الكونكاسي اللي هي عباره عن طماطم فتحتها من الظهر شقتها بسكينه خدتها حطيتها في شويه ميه ونزلتها بعدها في ميه ساقعه وتلج وبعدين خليتها. عملناها كذا مره قبل كده بس حبيت اعملها تاني لو لسه ما حدش شافها. هاخدها في الخلاط علشان اضرب كل الحاجات دي مع بعض وبعدين اجيبها على النار. اسهل طريقه واسرع حاجه للصوص ده او للصلصه دي. هناخد بقى كده ايه واحنا بنتكلم، هناخد حبيبتي ام جوزيف معانا ونشوف اهل الصعيد كمان عاملين ايه. حبيبتي ام جوزيف السلام عليكم، اخبارك ايه؟ عاملين ايه هناك؟ الجو برد عندكم؟ لا حلو بامانه زي الفل والله الحمد لله. يا رب دايما يا رب. طبعا طب الحمد لله الحمد لله يا حبيبتي دايما منوره دايما يا رب. ربنا ما يغيبك عني يا عمري، ربنا يخليكي يا رب. بصي يا ست اتفضلي ثلاث اسئله هسالهم لك. اتفضلي حبيبه قلبي، الامر لله وحدي يا عمري. اتفضلي. اولا انا عملت شويه لفت الملح زاد سنه فيهم، نقصي الميه وزودي ميه. عملت كده برضه وبعدين الملح اللفته نفسها هي اللي مالحه. مالحه يبقى غير الميه كلها. اغير الميه كلها. طيب. غيريها كلها. طيب في قطايف محشيه بالجبنه، عايزه صوص يتحط عليها عشان هي دلعه شويه. اللي هي ايه؟ فطاير؟ القطايف قطايف بالجبنه؟ ولا فطاير؟ عملتها. لا قطايف بالجبنه. حلو. عملتها وبس دلع، انا عايزه حاجه ايه صوص يتفتح. ما هي نوع صوص من فوق يعني؟ اي صوص جبنه حادقه، اي صوص فيها جبنه رومي جبنه كده، ممكن مع شويه كريمه او شويه لبن او مكعبين من الجبنه الكريمي بتاعت الكوبايات اخلطيهم مع بعض. أيوة. وصبيها على الوش ما يجرالهاش حاجه. طيب ماشي. عشان وكنا حطينا في الحشوه حاجه بقى كده يعني، كنا طعمناها من احنا حطينا في العجينه بتاعه القطايف نفسها رشه ملح، لازم لما نعملها حادق في الحادق نحط شويه ملح في العجينه. بتفرق في الطعم. بتفرق جدا. قولي لي السؤال الثالث. باقي سؤال سنيت جلاش يعني اللبن زاد فيها شويه اتعجنت، انا اشفها زياده ولا اعمل ايه فيها؟ ما تنشفيهاش بدقيق. لا طب انت ما عندكيش. استوت 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 بس طالع القلب بتاعها ني شويه او معجنه شويه. طب ما تطلعيها من الصينيه وتقلبيها على الناحيه الثانيه وتخليها كده تقعد في الفرن شويه تقرمش. طيب ماشي. لان هي بصي اصل اي اضافه عليها حرام هتبقى باظت. اقول لك حطي دي تبقى عجينه طبعا. لا بس ممكن نقلبها من الصينيه اللي هي فيها على صينيه مسطحه عاديه واديها بس تاخد لون تاخد لون تاني وتبدا تبقى دي هشه شويه مقرمشه شويه الرقاق بتاعتها. واحنا ما بنحطش على صينيه الجلاش اكتر من كوبايه لبن واحده، كوبايه لبن وبيضه بس. حتى لو حسيتيها قليله هي هتبقى مظبوطه جدا الصينيه الكبيره كفايه قوي، فما تكتريش عن كده حبيبتي. ولا يهمك ولا يهمك. لا يا روحي نورتيني وشرفتيني يا حبيبتي. اتفضلي في حفظ الله. هنخلط بس كده. بصوا انا عملت ايه، حطيت شويه بس كاتشب ولسه ما حطيتش ولا صلصه ولا اي حاجه. انا هاخد بس كده ايه الحله اللطيفه دي هحطها هنا. حطيت عليها كل حاجه، الروزماري حطيت بصل باودر حطيت كل الحاجات عليها، وبعدين هنجرب كده نشوف الملح اخباره ايه واحنا ايه بننزلها. بس مع ده هنزل بقى معلقه صلصه لو انا حابه اللون يبقى اقوى من كده، وهي الميزه انها نيه في نيه مش قاعده على النار كتير، يا دوب بس تاخد غلوه اهي وخلاص، غلوه بسيطه وتبقى كده ايه تمام. وبعدين احنا بقى دلوقتي نقدر نطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل هنشكلها مع بعض. قول لحضرتك انا عملت ايه في البروكلي بعد ما نرجع من الفاصل ان شاء الله. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل. انا حطيت بقى دلوقتي بصوا الصوص بس في شويه في البوله، حطيت شويه زعتر كده جاف في الاخر. انا اقدر طبعا اعمل الزعتر ده في الاول، ما حطيتش زيت غير اللي اكتفيت بيه في العجينه، ما حطيتش فيها زيت خالص. الطماطم دي الصوص اتضرب قدام حضراتكم يعني ايه كله في الخلاط، كل خدته على النار يا دوب غليت غلوتين مع بعض وبعدين تمام. هبدا دلوقتي بقى افرش الايه العجينه كده وانا جنب حضراتكم. ناخد معانا حبيبتي ام اسلام. صباح الفل. صباح الهنا. اهلا صباح اهلا الورد. صباح الفل والياسمين.
عامله ايه يا روحي؟ عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله يا حبيبتي. الفاتوره عندك المره دي عظيمه. انا موافقه. وعند روان يا عظيم. انا موافقه. وعند روان اكتر مني شويه. لا ايوه. بحب اعكسها. إيه الحمد لله يا روح قلبي، الحمد لله. انتوا عاملين ايه؟ دايما يا رب تسلم ايدك على كل حاجه. تسلمي روحي، تسلمي. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. تسلمي يا عمري. بصي يا حبيبتي، انا عايزه يا ريت تعملي لنا المفتقه تاني. حاضر عينينا. معلش عشان مايه. حاضر عينينا المايه. عايزه بقى ليا انا، بصي لو في حلقه كده نعمل تنظيف السيراميك يتنظف ازاي. أيوة. الجرانيت. أيوة. لاني بخاف جدا وانا يعني بعملهم بصبنهم. بخاف جدا، فيا ريت بقى يعني ممكن كمان الجرانيت السيراميك الاقيه لو يغمق شويه. أيوة. الطبقه البيضة بتغمق. ايوه خليها يبقى ايه. حاضر عينينا. ماشي حبيبتي، عينينا ليكي. انت تأمري دايما يا روحي. انتوا بس ربنا يخليكوا ليا وتعبوني، مالكوش دعوه. ربنا يخليكي لينا حبيبتي، ودايما منوره مكانك كده. امين يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا حبيبتي، وسلامي لاستاذ احمد الغالي ومدام سالي وكل كروه برنامج وروان وشيرين. سامعين؟ وكل اللي ورا الكاميرات ربنا يبارك لكم، وكل اللي انا شفتهم يوم ما جيت لك ربنا يبارك لهم. يا حبيبتي يا حبيبتي. امين. لان هم بجد جمال جدا، جمال من جوه، بيحبوكي جدا يا عمري. يا رب يخليهم. الحمد لله رب العالمين. ربنا ما يحرمني منهم. ربنا يخليكي كمان وكمان يا حبيبتي. امين يا حبيبتي، ويخليكوا ليا والله. وسلامي لنشوى، يا ريت وانت بتبعتي لها. عيني والله اقول لها جالك سلامات كتير. من خلال برنامجي والناس اللي بتبعت لي. ونهال كمان والدكتور. عينينا. حاضر. ربنا يخليك. حاضر. يا حبيبتي. ميرسي يا حبيبه قلبي. تأموري في حفظ الله. مع الف سلامه. حفظ الله. الف سلامه حبيبتي. طيب انا بقى بالنسبه لي الصينيه دي هعمل كالاتي. لما بقى احس ان الصينيه كده ايه من جوه كده. اسكتين. انا اجيب لكم حد مسؤول وشطور ويعمل لنا الحلقه الجميله دي ويقول لنا النصايح، وحد من الناس اللي بتعمل الشركات اللي بتيجي مخصوص كمان تعمل الحاجه دي عندنا في البيت. الواحد بيحب كده ايه يسمع. تعالوا بقى نحط هنا معلقه زيت واحده. مفيش مانع ان حضرتك لو البتاع بتلزق منك. هو طبعا احنا عملنا كتير البيتزا في الصواني، بس انا هقول يعني ايه كل ما بفتكر حاجة جديدة بحب اقولها. ممكن نعمل كده ونعمل العجينة. هنا انا هقصها بقى على قد الايه، على قد الصينية. وهاخد انا عملت ايه بقى في البروكلي. البروكلي ده انا اخدت منه بالظبط كده كام واحدة مسلوقة، هرستها فرمتها يعني في الكبة، وخلطت معاها الخليط. وهنزل دلوقتي تاني لحضراتكم عشان تشوفوا الخليط ده ايه. هنا كده يا حبيب قلبي. تعال ناخد معانا عمر. عمر يا عموري. نعم يا شيف عزيمة. يا روح قلبي انت عامل ايه؟ الحمد لله يا رب دايما. يا عمري انت عندك كام سنة يا عمر؟ انا عندي 9 سنين. بسم الله ما شاء الله، انت قد ابني خالص يا قلبي. عامل ايه يا حبيبي؟ الحمد لله. انت عاوز حاجة معينة اعملها لك؟ انا عايز حضرتك تعملي شكشوكة. شكشوكة من عيوني الاتنين بس كده. حاضر اوكي يا عموري. انا متشكرة ان انا سمعت صوتك النهاردة يا حبيب قلبي، وتحية ليك والمامي الجميلة يا حبيب عمري. طيب هنعمل بقى ايه، نحط الصوص. كده وايه، وان الصوص اللي احنا حطيناه طبعا احنا عاملينه ما فيهوش اي حاجه ولا مسبك ولا حاجه، دوب احنا اديناه غلو لان الطماطم اوريدي خدت السلقه بتاعتها. وبصوا هي خلطت معاها بس معلقه كاتشب للطعم، ما بحطش عند اطراف البيتزا خالص. هاخد بقى طبقه كده من البروكلي ده، احنا سلقناه وخلطناه عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين. حطينا معاه بيضه وشويه بهارات ورشه ملح وفلفل، وخليتهم زي البيوريه كده، تبقى طبقه كده ايه للي حابب. ممكن نعملهم مع صوص الطماطم على فكره ويتحطوا كلهم ويبقى كده ما يتحسش بيه، وممكن للناس اللي بتحبوا تعملوا كده. بصوا بقى كده، وهنبدا بقى نحط بقيه الحاجات زيه زي اي حشو، واقدر اخلطه مع صوص الطماطم بقى يتحط مره واحده بس ويبقى تقيل شويه.
هو برضو في قطع بروكلي يعني انا ما فرمتوش 100% بس انا ايه بالشوكه كده على خفيف للناس اللي مش حابه تاكله كاكل يعني اهي. وهنبدا بقى نحط بواقي حاجات البيتزا بتاعتنا كلها برضو يعني الطبقه دي نفردها على قد ما نقدر. البروكلي ده ايه بقى وايه وسي وكي وحمض الفوليك والبوتاسيوم بيعزز الجهاز المناعي جدا وحاجات كتير جدا للجهاز المناعي عشان ضد الكانسر. النوع اللي احنا بنستخدمه ده كل الدول العربية بتستخدم نوع ده في الاساس ايطالي اسمه الكاليبس ده ايطالي وفي نوع تاني صيني ده طعمه بيعمل زي الليفت شوي. وفي بقى البروكلي البيبي ده بقى مسكر قوي ده ممكن بقى يتحط في كيكس وحاجات احلى بقى من اللي احنا بنعمله ده دلوقتي. تعالوا بقى كده ايه انا عملت اهو شويه من البروكلي تعالوا بقى ناخد ايه بقيه الحاجات اللي هي شويه المشروم. مشروم طبعا برده من الحاجات المهمه جدا كانكم حطيتوا لحوم يعني يجنن. وبرده هي بيتزا مختلفه بس في ناس كتير قوي لقيتهم ما شاء الله بيحبوا البروكلي وبيحطوه في البيتزا وبيقولوا احنا قالوا افكار كتير حلوه قوي فعايزين يعملوا حاجه كده قلت ليه ما يعني نشاركها مع حضراتكم برضو. طيب معانا مدام سهام حبيبتي يا اهلا وسهلا صباح أهلا الفل. اهلا بيكي صباح الخير يا حبيبه قلبي صباح الفل وحضرتك اكتر والله مدام سهام والله وحشاني قوي قوي يا عظيمه يا روح قلبي ربنا يخليكي ليا. عامله ايه؟ الحمد لله وصحتك عامله ايه؟ الولاد عاملين ايه؟ الحمد لله يا حبيبه قلبي طيبه يا حبيبه قلبي حضرتك بالف صحه وسلامه وسعاده. انت عماله تعملي ايه يا بنتي؟ بنعمل بيتزا صحيه قولي يا روح قلبي. ببعت سلام المدام احلام ايوه بقول لك الف سلامه ومدام رورو روحيه الف سلامه يا حبيبتي الف سلامه الف سلامه كله يا عيني عيان وانا عيان الف سلامه عليكم. الفتره دي فتره يعني ننتقل من الملابس القطنيه بس علشان ايه الناس اللي بتتعب الجو الفتره دي صعب والف سلامه على كل حد تعبان. فضلكم اشربوا مشروبات دافئه واشربوا شربات ودعموها بالجنزبيل الفريش وحطوا عليها عصير ليمون ولو في ممكن بالليل نشرب العود القرفه مع قطعه الجنزبيل مع عصير تفاح بتبقى حلوه قوي. البيتزا اهي حط اخر حاجه الجبنه الموتزاريلا اللايت ودي برضو اختيار يعني عايزين تحطوها حاجات بسيطه كده وهرش رشه من الفوق زيت زيتون بسيط خالص وهدخلها الفرن 180 على الشبكه في النص. مش هشغل شوايه الا لما احس ان هي استوت اخر حاجه ممكن تسيح وكده كده الجبنه هتسيح وهي مش هتبقى معامله يعني البيتزا بتاعتنا بس اللي عايز يحط جبنه انا ما بحبش احط على دي جبنه كتير لان في الاخر في ناس ممكن تقول دي جبنه كتير قوي بس هي لايت وبتتباع في السوبر ماركت الموتزاريلا اللايت. واحلى موتزاريلا تاكلوها بجد اللي معموله من اللبن الماعز بتتفتح بتتاكل نيه يعني بتتحط كده ما حدش بيحطها على حاجه انما بزيت زيتون وزعتر وبياكلوها تحفه مع قطع الطماطم والفلفل والحركات. ضروري نعملها مره وهوصي على لبن الماعز ونعمله مع بعض. تعالوا بقى هنا ندخل البيتزا دي اهي انا دهنتها هندخلها هنا اتاكد بس ان فوق مش شغال تمام عشان ما وهنقفل وما بياخدش وقت احنا عاملينها مش سميكه قوي فخلينا بقى نطلع فاصل الم الحاجات اللي حواليا دي هعمل لكم وصفه ظريفه جدا ببواقي العيش الفينو بما انه عجب حضراتكم بعض الافكار الخاصه ببواقي العيش الفينو بس المره دي هتبقى في حشوه حاجه تعالوا نشوف هي ايه بعد الفاصل مستنيه حضراتكم. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام مره ثانيه بعد الفاصل دلوقتي هنعمل وصفه وصفه رقيش بحشو العيش الفينو يعني بواقي العيش الفينو دي هنستخدمها ان احنا نحشي بيها جوه عجينه وتبقى زي القراقيش بس هنلونها ونعمل فيها حركات ازاي تعالوا بقى نشوف. تعالوا بقى احنا عندنا العجينه العاديه خالص اللي بنعملها اساس لاي حشو في الدنيا عندي كوبايتين وربع من الدقيق ربع كوبايه ميه وممكن تزيد ممكن تقل على حسب نوع الدقيق
طيب عندي نص كوبايه من اللبن، عندي نص كوبايه من اللبن، 2.5 من الخميره الفوريه، عندي معلقتين ونص صغيرين، عندي 3 معالق صغيرين من السكر، وعندي معلقتين كبار من الزبده المذابه ورشه ملح. دي العجينه اللي انا هشتغلها عجينه عاديه جدا. انا ممكن ادوب هنا شويه الزبده حبه صغننين، كم مكعب كده يبقوا هنا اهم اهم كده، بس كده اهم. هنا تعالوا بقى ناخد كده. اول حاجه الاول هعمل خطوه الحشو قبل ما اعمل العجينه، اللي هي تعالوا بقى خطوه الحشو. عندنا بواقي فينو هقطعهم مكعبات، مش هاخد قلبه انا هاخده كله. عندي 2.25 كوباية من اللبن مثلا، 2 بيضه مخفوقه، 3/4 كوباية سكر، 3 معالق لون، اي لون مفضل، انا حطيت الاحمر. هنحط بقى بعد كده عندنا معلقتين زبده، معلقه كبيره ونص فانيليا سايله، على الوش هنحط بيضه وميه. تعالوا بقى كده ايه، اما هاخد كده عيش قديم اهو، يعني ايه مستخدم، يعني مش مستخدم، مش بتاكل قبل كده، لا يعني قديم بتاكل قبل كده حته. طيب ناخد كده هنقطع، ادي بواقي العيش اهو، نشوف كده ممكن، يعني انا حاولت يعني، بس طعمها حلو يعني، الحشوه دي طعمها حلو. واحنا في الاخر بنحشي بحاجات معينه بتبقى ليها علاقه برضو بحشوات فيها نسبه نشا ودقيق وحاجات تانيه. انا خلاص دوبت الزبده، خليني بس ارفعها هنا عشان ما تقدحش، وهاخد كده شويه كمان من العيش عشان ايه نحط عليه اللبن. انا مش عايزه احط كميه كبيره عشان تلحق بس تنشف معايا وتبقى حلوه يعني. اهم هننقع دول في اللبن. اللبن بالنسبه لي، اللبن بالنسبه لي هدفيه على النار. خليني كده ايه احط اللبن هنا، بسم الله بسم الله، هدفيه شويه بسم الله اهو. وخليني احط فيه سكر عشان نبقى دوبناه اهو، فيبقى تمام. وهخلي البيض دلوقتي، تعالوا كده نقلب بالواس كده بسم الله هنا عشان يدفى اللبن، هنضيفه على العيش وهبدا اشتغل في العجينه جنب حضراتكم هنا في العجان. يبقى اول خطوه حطيت اللبن وحطيت عليه شويه سكر، سبتهم بس اللبن يتحط سخن عشان ينجز معايا ويطري العيش بسرعه، وبعدين هقول لحضراتكم هنعمل ايه. تعالوا بقى هكسر هنا دول البيضتين، هحطهم فوق العيش اهم، بيضتين فوق العيش. تعالوا بقى ناخد مع بعض هنا الفانيليا اهي، تعالوا بقى ناخد مع بعض العجينه. العجينه هاخد الدقيق بسم الله هنا، وعندي الخميره والسكر، وادي الخميره، وبعدين رشه ملح، وبعدين شويه الزبده اللي احنا دوبناهم اهم، وبعدين هاخد كده بلوش ممكن من شويه من اللبن الدافي ده اهو هنا قبل ما يدفى، مع ادي شويه اللبن، وبعدين هزود بقى ميه دافيه عاديه جدا بسم الله اهو. نكمل بقى زياده بالميه كده لحد ما تلم معانا عجينه حلوه. اللبن هنا بدأ يسخن والعجينة اهي، وهاخد اللبن بعد ما سخن هنا ودوبت فيه السكر وحطيت هناك البيض على العيش، هضيف هنا بصوا كده وهاهو بسم الله اهو، وهنحط بقى كمان معاهم معلقتين او 3 من اللون الاحمر اهو اهو كده، ريحه روعه فانيليا تجنن. وبحط السايل عشان تديكوا طعم وريحه حلوه قوي، ده بقى لازم نهرسه جامد يبقى مهروس حلو، وهرجعه تاني على النار هعمله زي البيوري
عارفين لما ناخد حاجة كده تبقى عجينة تامة، نحط هنا اللون الأحمر. تعالوا بقى كده نقلب، بصوا تبقى حشوة جميلة جدا اهو. ممكن بقى نضربها في الخلاط، ممكن ناخدها هي هتبقى بهروسة لوحدها. هاخدها بقى على طاسة على النار وهنشف شوية اللبن دول وهخليها عجينة زي المعجون بالظبط اهو. تعالوا بقى على طاسة كده على النار واخد دي وليكن علشان وادي العجينة. خليني اضيف لها هنا شوية دقيق وتلم اهو. تمام، حطيت بس حوالي معلقتين او ثلاثة من الدقيق. تمام، نرفعها بقى. بس اهي عجينة حلوة جدا اهي. مش عايزة اجي ناحيتها لون احمر عشان هي هتتحشي بالاحمر. بصوا العجينة خدت يعني حبة حلوين في العجن، وكل ما تبقى استكي كده كل ما تطلع طرية وحلوة. اوكي، البيتزا كمان اهي وريها لحضراتكم. بصوا العجينة اهي فتح استكي سنة بس هعيد. تعالوا بقى ناخد دي وننزل هنا على النار كده شوية، وبعدين هضيف عليها الزبدة، مكعبين زبدة، وهاخدها كده بالويسك وهفرد العجينة عادي كشكل مستطيل عادي، بس دي لازم انشفها كويس قوي اهي كده بقى اهي. لا ما ينفعش، بصوا حبايبي اهو كده مع الزبدة كده، وبعدين هفرد العجينة مستطيل. هطلع طبعا اللي ارتاحت عندي وخمرت لمدة ساعة كأي عجينة عادية خالص اهو كده على النار لما تبقى بيوري خالص. معجون معجون تقيل، وطبعا درجة اللون اللي ترجع لحضراتكم. انا بفكر ان انا ازود نقطه كمان صغنونه بس كده فتدي درجه اللون الغامق اهو اهو كده. شايفين ازاي؟ وحطينا معلقتين الزبده قلنا، وحطينا الايه الفانيليا مع البيض اللي حطيناه على العيش اهو. هتبدا تنشف عن كده كمان شويه. دي برضو افكار ريحتها روعة، مش هتتعرف ابدا ان دي محشية ببواقي عيش فينو يعني اهي كده. هناخد بقى العجينة نفردها. انا خلاص تقريبا شبه كده خلاص اهي. بصوا تقلت ازاي تاني، مش قلت لكم العيش ده كمان لما بنسيبه بيخمر؟ عشان كده لما عملناه في الكيك قبل كده قلنا بيتقل ويخمر، بيشرب السوائل ويتعرض للحرارة يتقل ويبقى كده فيدي قوام اهو. تعالوا بقى نشيل الحشو ده وناخده بعيد. يلا ارفعه من على النار هنا، هخليه جنبي. بصوا في بولة نظيفة، يبرد بس شوية اهو، ريحته حلوة قوي اهو. وهاجي هاخد كده صاج وهنبدأ شيل بقى العجينة دي خلاص. بص هي بتلزق كده سنة بس هي هتطلع هشة جدا. تعالوا بقى ايه ناخد العجينة التانية. انا اشرب بس ايدي كده وناخد العجينة اللي احنا مجهزينها هنا اللي خمرت بعد ساعة وبقت عجينة حلوة. بسم الله اهي قدام حضراتكم اهي. وهنبدأ نقسمها، نفردها فرد عادي جدا مع شوية دقيق. خلي الحشو هنا وهفرش دي بس نقطة واحدة من الزيت أو الزبدة على ورقة الزبدة، وهوريكم طريقة الحشو السريعة أهي في حتة صغنونة هنا. وهقلع بقى الجلافز
تعالوا بقى رش دقيق بسيطة، هوريكم بس شكل الحشوة عموما، وهوريكم شكلها لان هي بسيطة ما فيهاش اي حاجة. ادي هنفرد على شكل مستطيل زي ما بنعمل كعب الغزال، زي ما بنعمل المنين، اي حاجة انتوا حابينها يعني. اهو كده هنرققها شكل كويس، نحاول نحافظ بقى ان الشكل اللي بره يبقى ابيض فايدينا ما تلونش العجينة. وبعدين ناخد الشكل التاني، هاخد كده حشوية من الحشو اهو هنا كده اهو، كده شايفين، وهاخد كده بالسكينة اخليه بس قد بعضه، هعمل كده وهعمل كده وهقلب كده، هنبقى قافلين هنا وهنعمل كده شايفين اهي، شفتوا الشكل اهو، ادي الشكل شايفين قدام حضراتكم. هندهن الوش بس بيضة وهندخلها الفرن، هتطلع زي دي بالظبط، ادي شكلها قدام حضراتكم، وكمان البيتزا اللي احنا عملناها. اتمنى يا رب انها تكون، هي خلاص استوت على فكره، بصوا بقى الجمال، روعه، بصوا مش لازقه من تحت ولا حاجه. فاتمنى يا رب تكون يعني الوصفه بسيطه وسهله، وعملنا حاجه وفكره جديده قطعوها بقى وادوا على الوش بيضه برشه فانيليا صغيره، وان شاء الله تعجب حضراتكم لان هي من الفطاير اللي تجنن، بصوا هشه وتجنن ازاي. اتمنى يا رب تجربوها وتعجبكم باذن الله، الحشوه حلوه قوي، وان شاء الله اشوف حضراتكم في حلقه جديده بكره باذن الله، واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوفكم على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.